السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي متابعي الكرام. قصة اليوم قصة جد مؤثرة، أتمنى أن تنال إعجابكم. هذه القصة يحكيها أحد الإخوة ويقول أن هذه القصة سطرها صديق له وطلب منه أن يذيعها للناس رجاء العظة والعبرة. أسأل الله عز وجل النفع والقبول. هذه الحادثة فيها الشجن والحزن، فيها الألم والأمل، وفيها الخطيئة والتوبة، والخاتمة السيئة والحسنة. يقول سطرها راجيا أن تكون عبرة لأولي الأبصار. تبدأ القصة بفتيات ثلاث جمعهن اللهو واللعب وفراغ الوقت والبال، فتعاقدنا وتعاهدنا أن يوقعوا في حبال صيدهن الشباب الصالحين، ذلك بعد أن ملوا العبث بغيرهم ممن يسعى خلفهم ويلهث. ولما رأوا صرامة الشاب الملتزم وعفافه زاد ذلك رغبة فيهن أن ينصبن له الشباك. كانت كبيرتهن تسمى نائلة والثانية تسمى مرا. ما إن تخرجوا من الثانوية ودخلوا في الجامعة حتى زاد إغراؤهن وزادت فتنتهن، فقد كنا مضرب المثل في الجمال والدلال. والشيطان كما تعلمون يستشرف المرأة إذا خرجت ويزينها ويجملها، وكيف إن كان ذلك في أصل خلقتها؟ بل كانت إحداهن إن مشت في الشارع تتطاير لها القلوب والأبصار، وتفوح منهن رائحة العطر التي تخرق الصدور قبل الأنوف. لم يكن ليفعلن الفاحشة عياذا بالله، وإنما شأنهن شأن كثير من فتيات المسلمين، حب وعبث واللعب وملء الوقت. وذلك أن النفس عندما تفرغ من مهمات الأمور وتغفل عن ما خلقت من أجله تتبع هواها وتعبده. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أرأيت إن متعناهن سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون؟ هؤلاء الفتيات الثلاث، وإن كن ثلاث إلا أن نائلة كانت تدبر أمر غيرهن من الفتيات. ولكن قصتنا مع الاثنتين نائلة ومرا. كان في جوارهن شاب ملتزم يدعى خالدا، كان له دكان يبيع فيه ما يحتاج المرء في حياته من غذاء وغيره. كان هذا الشاب حافظا للقرآن، تاليا له، محافظا على الصلوات، طائعا لله، خدوما للناس، يحب الخير وأهله ويسعى وراءه. شاب نشأ في طاعة الله، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. دخلنا عليه وهو يبيع ويشتري، وما إن انفردن به حتى لعب الشيطان ألعوبته فيهن وزين لهن عملهن. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كان هذا الشاب أعزبا، وهو كأي شاب يافع في مقتبل العمر وعنفوان الشهوة. بدأت كبيرتهن نائلة تبدي مفاتنها بغنج في الصوت وذلع في الكلام وإثارة له، وكانت مرا على مقربة منها. لقد وضع الشاب في موقف لا يحسد عليه، فأمامه جمال وإغراء وفتاة حسناء، وتقول هيت لك للصداقة. لقد دهش الشاب دهشا عظيما، فهؤلاء الفتيات الفاتنات يسعى خلفهن الشباب رجاء نظرة عطف تملأ قلبه بها. لا هن يسعين للشباب ويرتجين صحبته. زادت فتنتهن عليه وكبرت،
فما كان منه إلا أن نفر في وجوههن نفرة الغاضب لحرمة الله، وقال: إني أخاف الله رب العالمين، وزجرهن زجرة أفزعتهن وأدخلت الرعب في قلوبهن، وقال: استحيين من الله ودعكن من فلتات الشيطان وأعوانه. وكان في حالة غضب شديدة، ولم يقف عند هذا القدر، بل هو داعية إلى الله، فأخرج لهن شريطا لإحدى الدعاة وأعطاهن إياه، وقال: أخرجن الآن ولا أراكن في هذا المكان. يا الله، يا مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. صلى عليك الله يا يوسف الصديق ويا يوسف الطهر والعفاف، لقد تركت لنا قدوة حسنة ومثالا عاليا في الطهر، فأصبح الشباب الصالحين يقتدون بك ويرونك إماما لهم ومثلا. لم تمت الأمة ولم يضعف شبابها الصالح، بل هم كالجبل الأشم أمام هذا الطوفان الهائل من الفتن. لقد ملك الاستغراب هؤلاء الفتيات، فقد خرجنا من عنده بشر حال وسقطنا من أعينهن، فكيف يفعل بنا هذا مع ما نحن عليه من الجمال والدلال؟ فماذا يملك هذا الشاب حتى استطاع دفع هذه الفتنة عنه؟ وإنني أجيب فأقول: إنه يمتلك خوف الله وحبه، حتى أصبحنا في عينيه كخردلة لا تعدل تعظيم الله في قلبه وخوفه ورجائه. طوبى للمؤمن المحب الخائف، لقد وردت عليهن أسئلة كثيرة وصرن في حيرة عظيمة: من نحن؟ ولماذا فعلن به هذا؟ ولماذا فعل هو بنا ذلك؟ لماذا نحن على هذه الحياة؟ ما هدفنا وغايتنا فيها؟ ومن أجل من نغوي ونفتن؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هل ننتظر يوم العرض على الله حتى يتبرأ منا هذا المرجوم يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ أم نخلعه من قلوبنا كما نخلع الحذاء البالي ونحن في فسحة من أمرنا؟ إن الأثر الذي أورثه الموقف عليهن عظيم، فراجعت كبيرتهن نائلة نفسها وبدأت تحاسبها على لهوها وتقصيرها، وبدأت نفسها اللوامة عاتبها. استيقظ الضمير الذي كان راقدا وقام داعي الخير ونادى: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ومن هذه اللحظة بدأ الصلاح يدب في قلوبهن. لقد سمعنا الشريط وطلبنا المزيد، اتصلنا بشيخ كان يسكن في هذه المدينة يسمى بكرا، كان معروفا بعلمه وفهمه لدى الناس. والعجيب أن الشاب خالد كان تلميذا عند هذا الشيخ. أصبح هؤلاء النسوة يطلبن من الشيخ الأشرطة الوعظية، وطلبن منه مرة جلابيب وخمارات، فأوصى بكرا خالدا، وهذا من العجب العجاب أن يأتي بذلك ويوصلهن إليهن. فقد تحدثت نائلة للشيخ عن هذا الشاب وكيف فعل بهن وإلى أي حال سرن عليه. مضت عليهن فترة ليس بالطويلة وهن على خير حال واستقامة في الدين. لقد صلح حال نائلة وحال الفتيات اللواتي معهن،
فقد هدى الله على يديها كل من تحت يدها، وكنا أكثر من 7 فتيات، فأصبحنا جماعة صالحة تدعو إلى الله وتحذر من غواية الغاوين والمبطلين. سبحان مغير الأحوال ومبدل الأمور ومصرف المقادير، فقد صرنا من أنصار الدين ودعاته بدلا ما كنا عليه من نصرة للباطل وزمرته. لم يمض زمن حتى حفظت نائل 20 جزءا من كتاب الله، وهن يخبرن الشيخ بحالهن ويسألنه الدعاء. وكانت مرى وهي الفتاة الثانية فيهن قد أخذ منها الدين مأخذه، وطبقت على نفسها شرع الله ونهجه، حفظت 5 أجزاء من القرآن. أما الشاب خالد فقد كان يبحث عن العفاف وينقب عن فتاة صالحة قد جمعت بين الدين والدنيا، وقد فتش هنا وهناك ولما يجد اقترح بكر على خالد أن يتقدم إلى مرى ويطلب يدها، فهو أولى الناس بها، وقد كان سببا في هدايتها وصلاحها، بل هي أولى الناس به. لم يتردد خالد في ذلك لما يعرف عنهن في السابق وما آلت حالهن في اللاحق. طرق الشاب الباب عليهن فاستقبل من أهلها، وجلس مع الفتاة وقد ملأت قلبه وعينه، وكذلك مرى، فلم تكن لترفض من كان سببا في سيرها على طريق الله، فقد تركت الجامعة وتركت كل ما يذكرها بهذا الطريق الوعر والمسلك الخطير، بل فرحت بتقدم هذا البطل وأحبت أن تعف نفسها أيضا. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فنعم هو، وإن كانت المرأة عفيفة حية فنعم هي. انتظر الجمع قدوم والد الفتاة وكان على سفر، فما إن وصل حتى جاءه الشاب ويغمره الفرح والسرور بما تمنيه نفسه، وظن أن بؤس الوحدة قد انتهى وأن خطر العزوب قد ولى وانقضى، وحاله رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين. كان خالد قد أخذت اللحية من وجهه ولم يكن ليحلقها، بل كان يضع بين عينيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أبدى خالد رغبته في التقدم للفتاة وزواجه منها على سنة الله ورسوله. نظر والد الفتاة إلى خالد عندما تكلم بذلك نظرة اشمئزاز، وفتح عينيه عليه وقال له: أول شيء، ألا تحلق هذا الحذاء الذي على وجهك؟ الله أكبر، سنة رسول الله حذاء. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لم يدري ما يقول هذا الشاب، وحار جوابا وعجز لسانه عن الكلام، وحلق ببصره وقال في نفسه: أيعقل هذا ما يقول؟ على وجه حذاء؟ فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكيف كانت لحية الواحد منهم تملأ صدره، فلم يشتمه وحده، بل انتقص من أشياخ الأمة وأحبارها. سالت دمعة الشاب على لحيته وبكى بكاء شديدا، وخرج من البيت كظيما وبيضت عيناه من الأسى، وحزنت الفتاة أشد الحزن لهذا الاستقبال الفظ الغليظ. وليت خالد كتم غيظه وحبس نفسه ودعا له بالصلاح، إلا أنه توجه إلى السماء
ورفع يده وبصره إلى مولاه علام الغيوب، ودعا على هذا الرجل وهو يبكي ويحترق ويقول: اللهم أحرقه، اللهم أحرقه. تملك الأسى قلب الفتاة وعينها، وصارت في ضياع من أمرها. وقد سمع الله قول الذي يشتكي إليه: فربك بالمرصاد، وإن أخذه أليم شديد. لم يمض قليل على هذا الرجل حتى أخذه ربك، وكيف ذلك؟ أول العذاب أن ابتلاه فصار لسانه كثيرا يردد شعر شعر، فعلم هو وعلم أهله أن هذا بسبب استهزائه وسخريته باللحية. ومرة جلس هذا الوالد على الفراش وقد أشعل سجارته، وبينما هو يدخن أخذه النعاس فأغمض عينيه، سقطت السجارة على الفراش فأحرقت ما تحته وهو لا يدري، ثم احترق ما حوله وهو لا يدري، وما كاد يفتح عينيه حتى أكلته النار من كل جانب، ومدت ألسنتها إليه وأحاطت به خطيئته من كل ناحية. صعد الدخان إلى السماء وظهر أثر الحريق، فدخل أهله عليه فزعين، فرأوه وهو يصارع الموت ويقول: قولوا للشيخ يسامحني ويغفر لي خطيئتي معه، قولوا للشيخ يسامحني ويغفر لي خطيئتي معه. وكأن ملك الموت مثل له جرمه وذنبه بين يديه وقال: بهذا نأخذك يا من تستهزئ بلحية سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب أن أهله عندما رأوه لم يستطيعوا دفع النار عنه، ولو كان غيره لصب الماء عليه وانتهى الأمر، إلا أن ربك أذهلهم فوقفوا ينظرون إليه ولا يستطيعون فعل شيء. إنها والله آية. وأخذ الله وديعته وفاضت روحه. أسأل الله أن يغفر له ذنبه ويسامحه. كادت الفتاة أن تلحق والدها من الوجع على وفاة والدها وعلى سوء خاتمته. سألت الفتاة الشيخ بكرا وقالت له: يا شيخ، هل دعا خالد على والدي؟ إلا أن الشيخ لم يجب على ذلك، بل قال: إن خالد سامح والدك. ففرحت من ذلك. تزوج خالد بغيرها، أصبح رب أسرة. أما مرى فقد التحفت بالحزن كثيرا، وأضر موت والدها عليها، وهي مع ذلك صابرة لقضاء الله وقدره، محافظة على دينها وعفافها. لقد هجرت والدها قبل الاحتراق، وتنكر أهله له، وبعد موته كأن أحدا لم يمت، وذلك أنه أساء إلى مرى، ولقد أشعلت مرى بيتها إيمانا وصلاحا ونورا وتقى. أصبحت تقوم الليل وتصوم النهار، صارت مثالا يحتذى به، وتأثر أهلها بها فأصبحت في عينهم، بل صارت أعينهم التي يرون بها. وليت الأمر ينتهي إلى هذا الحد، بل لم يترك كتاب السطور هذه. فقد دخلت في ذيل هذه القصة من قريب أو من بعيد، والله ولله الأمر من قبل ومن بعد. كان الشيخ بكر هو والدي، وكنت في سفر، فقدمت من سفر طويل راغبا في الزواج. أردت أن أخطب فتاة بعد قدومي بأسبوع، فلا يمضي شهر أو شهران حتى أرجع مغتبطا مسرورا.
ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كنت مزورا في نفسي فتاة من أهل الدين والعفاف، نعرف والدها وأهلها وهم على خير حال. قدمت على هذا الشأن، تحدثت مع والدي عن الفتاة التي رشحتها، وخضنا غمار هذا الحديث. بينما الحديث يجر بعضه بعضا نتجاذب أطرافه، حدثني عن مرى وعن قصتها وعن حالها وما آل إليه أمرها. حزنت حزنا كبيرا عليها، رأيت أن أولى الفتيات عندي هي مرى، فقد أعطاها الله الجمال والعفاف والدين وحسن الحديث مما يرغب به الشباب. فحدثت والدي عنها وأبديت عزما أن يختارها لي. حاول والدي أن يذكر لي غيرها وقال: هذه البنت لا نعرفها ولا نعرف أهلها، إلا أن هذا لم يثن عزمي وسبق السيف العذل. بعد أسبوع بعث والدي رسالة لها يخبرها بشأني، فقد جعلته لها بمثابة والد، وقد جعل الشيخ مرى كبنت له يحوطها بعنايته ويكلأها برعايته. تأخرت في الرد على الرسالة، إلا أنها أجابت بعد وسألت عن الشاب من يكون، وهل يمدحه خالد، وهل تزكيه أنت يا شيخ؟ فأخبرها الشيخ أنه ابنه وأنه يزكيه. تأخرت في الرد مرة أخرى وقالت: هذا يشرفني، إلا أنني سأستخير الله. مضى يوم ويومان، فأسبوع وأسبوعان، حتى ضقت ذرعا من هذه الاستخارة. أرسل الشيخ رسالة أخرى وكان رمضان على باب الدخول. تأخرت في ردها، إلا أنها قالت: إني موافقة على ابنك، إلا أن أهلي وإخواني يقولون لي موضوع الزواج لو تأخر قليلا كان أفضل. في هذه الأثناء كان الشيخ يرسل إلى نائلة يسألها عن حال مرة وسبب تأخرها في الرد. كانت هي أيضا تتأخر في الرد وتقول أنها بحال لا تحمد عليه، إلا أنها بخير. إن الحريق الذي توفي فيه والدها قد أصابهم بالضر، فاحترق البيت بأكمله بعد أن كان جميلا وفاخرا، وتغيرت حالهم المالية، فقد كانوا في ثراء وعزة فأصبحوا في فقر وحاجة. فسبحان مغير الأحوال ومبدل الأمور. كانت نائلة قد أخبرت الشيخ أن موضوع احتراق البيت هو السبب في تأخرهم، وأنهم يستحيون من أن يستقبلوا أحدا فيه. أبديت رغبتي في دفع شيء من المهر كمساعدة، إلا أن الشيخ قدم لهم مساعدة وكذلك خالد، فتجمع لهم شيء ليس بالكثير وإنما يقضي بعض الأرب. مضى الوقت وأنا أنتظر ذلك وأستخير الله في زواجي من مريم وأمني نفسي بها. دخل رمضان، لم تكن لتخبر مرى الشيخ عن موضوع بيتها، إلا أنها في آخر رسالة لها صرحت بهذا على استحياء وقالت: إن بيتنا أصبح خرابا. فأخبرها والدي باستعجالي وأنا لا نريد أن نخسركم، إلا أنه لم يكن بوسعنا سوى الانتظار. انتصف رمضان فسافر والدي إلى بيت الله العتيق، وقلت لعله عند رجوعه يتم الأمر إن شاء الله عز وجل. رجع والدي، إلا أنه قال لي: إن الفتاة لا ترد أبدا على رسائله، وظن أن الأمر وصل إلى آخره. والله يخلف عليك خيرا. فثنيت نفسي ولم أثن قلبي عنها. ذهبت إلى تلك البنت الأولى التي زورتها في نفسي
أولا وطلبت يدها من والدها، والعجيب أن هذه الفتاة تأخر أهلها في الرد لظروف عندهم، ومضى على هذا شهر كامل إلى أن جعلنا يوما معينا يكون فيه انتهاء هذا الأمر. في صباح هذا اليوم جاءني الوالد وقال لي: هل تعرف ما سبب تأخر مرا في الرد؟ تعجبت من هذا السؤال. رجعت مرا إلى الساحة من جديد: هل سينتهي الانتظار والتمني؟ قلت وأنا أنتظر الجواب الجميل الذي يريح القلب: لا أعلم، فما السبب؟ قال: إن مرا قد توفيت من شهر بسبب السرطان، ولذلك لم يأتنا منها خبر ولا تجيب على رسائلنا، وإنما اتصلت بأختها وقالت: يا شيخ، عظم الله أجرك وأحسن عزاءك. حينما أخبرني الوالد بذلك كنت في المسجد، فتمالكت دمعي حتى وصلت إلى غرفتي، فأسكبت عبرتي وترحمت عليها وأنا أتعجب من قدر الله، وأقول: قدر الله وما شاء فعل، أجرني الله في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. وقد ظهر لنا بعد أن سبب تأخرها في الرد هو المرض، فقد ظهر مرضها على شكل أورام في جسدها لم يعلم بها أحد سواها. كانت ترجو أن يذهب عنها هذا البؤس، فلم تخبر أهلها بذلك، وقالت: إني لن أغش ابن الشيخ. ولم تشأ أن تخبر أهلها، فلم تكلفهم مؤونة العلاج، وهم على حرج وضيق، إلى أن شعرت بقرب الموت، فكانت ترجو لقاء الله عز وجل. ففاضت روحها، وعند غسلها رأى أهلها أثر الأورام، فبحثوا في الأمر، وإذا هو سرطان عافانا الله وإياكم ورحمها رحمة واسعة. وأقول: الحمد لله أني ما رأيتها قط ولا سمعت صوتها، فماذا سيحصل لي لو أن القلب تعلق بها ثم فقدت ذلك؟ لا شك أني لن أكون بخير، ولكن الحمد لله أولا وآخرا، ورحم الله ميتنا وأعظم أجر أهلها عليها، وحمدت الله ثانيا أن ختم لها بالخير، فقد ماتت على استقامة وصلاح، فكيف بالله عليك لو أخذها الموت وهي على سابق حالها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لها ذنبها، ويوسع لها في قبرها، وأن ينزلها عنده، إنه جواد كريم. وتأمل معي أخي كيف ختم الله لوالدها، فحذار أن تجترئ على الله وعلى دينه وأهل ملته، لأنهم صفوة الصفوة وخلاصة المصطفين الأخيار، فقد هلك شر هلكة. نسأل الله السلامة، وما أرجوه هو أن نستفيد الدروس والعبر من هذه القصة الطويلة، وأن يحدون الأمل إلى الفأل الحسن وإلى الخير وإلى التمسك بنهج الله، فما أقرب القبر منا وما أقرب الموت منا، بل هو أقرب من حبل الوريد. يا شباب الأمة ويا فتياتها، اتقوا الله في أنفسكم وراقبوه، فلا يأتيكم الموت وأنتم غافلون. والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبها أبو سليمان الشامي.
كل تلك الأسماء التي في القصة ليست حقيقية حفاظا على مشاعر الأقربين منهم.